Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons apprendre les antonymes, يعني كلمة وعكسها أو ضدها وممكن نقول عليها les contraires. نبدأ بأول مثال petit, petit صغير, grand, كبير, petit وعكسها grand. أما للمؤنث فنزيد الأو في النهاية فتصير petite بدل petit وgrande بدل grand. كلمة ثانية propre, propre نظيف. وعكسها سال سال بخبغ عكسها سال كونتخيخ جديد سو سو تحت وعكسه سوغ فوق أو على سو وعكسه سوغ أما أمام دوفون دوفون وعكسها ديغيير ديغيير خلف كلمات جديدة ريش ريش يعني غني عكسها بوفغ بوفغ يعني فقير فيد يعني فارغ فيد أما plein يعني ممتلئ plein آخر كلمة معانا vrai vrai يعني صح وعكسها faux vrai عكسها faux لهنا خلص الدرس ميرسي اي بون كوراج